وتأثيرها الكبير على المنطقة الشمالية. وأنا أريد أن أتحدث عن جهودنا للاستجابة إلى العاصفة. نحن لدينا مراقبة كبيرة جدا لما يحدث هناك، وقمنا بالتجهيزات الضرورية، ونحن نتعامل مع هذا الأمر بمنتهى الجدية لأن حجم هذه العاصفة كبيرة جدا، وهذا أيضا يقوم بالتأثير على مناطق كبيرة جدا من البلاد والتي مرت بأمطار غزيرة مؤخرا. ونحن معتادون على الجو الصعب، ولكن هذا لديه عواقب كبيرة على بلادنا، فهناك فيضانات كبيرة والتي ستؤثر على مئات الآلاف. لذا نحن من الأشخاص عذرا، لذا سنقوم بكل ما في وسعنا لمساعدة الولايات للتعافي. أعتقد أن أفضل من يقود هذه العملية هو كريس وول. عذرا، هي قادت الاستجابة الطارئة في نيويورك، وهي كانت من البارزين في إعصار ساندي، وهي تعرف المنطقة أكثر من أي شخص آخر. بالأمس أنا تحدثت مع كل الإدارات في الولايات التي ستضرر، وأنا حثتهم أن يستغلوا هذه المستشارة وأن يقوموا بكل ما في وسعهم لدعم مجتمعاتهم خلال العاصفة والإعصار. وتم تخصيص كل الموارد حتى نزيد من سرعة استجاباتنا كتقديم المياه والطعام والمعدات المنقذة للحياة، وذلك بالتعاون أيضا مع قطاع الطاقة. وتم الاستعدادات حتى نقدم الكهرباء حتى نتمكن من الحركة بسرعة للمساعدة. هناك العديد أيضا من الشاحنات من الولايات الأخرى ومن كندا بالفعل تتوجه للولايات المتضررة، وهي جاهزة حتى تبدأ في الخدمة وتنقل الناس بأسرع ما يمكن. هناك أيضا العديد من المتطوعين الذين يساعدون ويقوموا بإصلاح الشبكات الكهربائية المتضررة. أريد أن أشكر المتطوعين الذين يساعدون إخوانهم. لقد قمت بإعلان الحالة الطارئة لنيويورك والجزر الأخرى المتضررة، ونحن سنبدأ بالعمل بسرعة. جميعكم نحن نعمل حتى نكون مستعدين ونقلل الضرر قدر المستطاع، وحتى نساعد المجتمعات المتضررة حتى تتعافى بأسرع ما يمكن. أريد أن أحث الجميع أيضا أن يستعد ويتبعوا الإرشادات من السلطات المحلية. بعض الأماكن بها عواصف كبيرة وأمطار غزيرة بالفعل، وأعتقد أن هذا سيستمر في الشمال الشرقي. لذا من المهم أن نراقب الأمر ونكون جاهزين في بيوتنا ومجتمعاتنا، ويكون لدينا الموارد لكل الأسرة والأدوية والطعام والغذاء والطاقة والراديو إذا استمر انقطاع الكهرباء. ولا ننسى أبدا، قد تحتاج أن يكون لديكم معدات إضافية أخرى، وأيضا نحن في وباء، لذا ارتدوا الكمامة وحافظوا على المسافة الشخصية، ولا يجب أن ننسى اللقاح. اللقاح يجب أن نأخذه الآن. احمي نفسك وأسرتك من كوفيد-19. هذا سيكون جزء أساسي من جاهزياتنا للطوارئ. والآن سأتحدث عن أفغانستان. نحن نستمر في تحقيق التقدم، ونحن قمنا بنقل آلاف الأشخاص كل يوم من خلال الطائرات العسكرية الأمريكية والطائرات المدنية. نحن قمنا بإخلاء عدد كبير من الأشخاص،
وسأتحدث عن تفاصيل 11 ألف تم إخلاءهم. هذا العدد وهذا الرقم سيتغير يوما بيوم. وأولويتنا الأساسية في كابول هي إخراج المواطنين الأمريكيين من البلاد هناك بأسرع طريقة ممكنة وأكثرها أمانا. تعليماتي لوزارة الخارجية أن يستمروا في التواصل مع الأمريكيين عن طريق الهاتف أو أي طريقة أخرى لتحديد أماكنهم، ونحن نطبق خطة حتى نقوم بنقل هذه المجموعات الأمريكية إلى أمان، وحتى يتم نقلهم للمطار بشكل آمن لأسباب أمنية. لن أتحدث عن تفاصيل هذه الخطط، ولكنني سأكرر ما قلت سابقا: أي أمريكي يريد العودة للبلاد وللديار سنعيده. ونحن قمنا بإخلاء أيضا مواطنين حلفاؤنا وشركاؤنا كالدبلوماسيين والعاملين في السفارات والذين ظلوا في أفغانستان حتى نعيدهم لبيوتهم أيضا. ونحن نفعل هذا. نحن نعمل أيضا على نقل حلفاؤنا الأفغان الذين وقفوا جانبا إلى جانب معنا، والأفغان الآخرين كالصحفيين خارج أفغانستان. وفي الصباح نحن قمنا بإخلاء 28 ألف شخص، والعدد الإجمالي لتم إخلائهم وصل إلى 33 ألف شخص. وفي 24 ساعة 22 طائرة أمريكية، ومن بينها 14 طائرة غادروا كابل وهم يحملوا آلاف الآلاف من الأشخاص. وخلال نفس الوقت الطائرات الأمريكية قامت بنقل 35 طائرة. كل هذا وصل إلى 11 ألف شخصا في 10 ساعات. هذه عمليات عظيمة. دعوني أكون واضح، إن إخلاء آلاف الأشخاص من كابل سيكون صعب ومؤلم بغض النظر عن توقيت بدءه وتوقيت انتهائه. سيكون الوضع كذلك إن بدأنا منذ شهر أو عدة أشهر. لا يوجد أي طريقة لإخلاء هذا العدد من الأشخاص دون الصور الفظيعة التي تروها على التلفاز. هذه حقيقة. أنا أتألم لهذه الصور وهؤلاء الأشخاص، ولكننا نثبت أننا نستطيع أن ننقل آلاف الأشخاص من كابل. نحن نعيد مواطنينا وحلفاؤنا والأفغان الذين ساعدونا في الحروب. نحن أمامنا طريق طويل للأمام، وقد تحدث أخطاء كثيرة، ولكن حتى نقلق 30 ألف شخص في أسبوع، هذا شهادة عظيمة للرجال والنساء العظماء في الجيش الأمريكي في كابل. وهذا يعكس أيضا جهود دبلوماسية عظيمة. ونحن نريد أن نزيد من قدراتنا الخاصة بالإجلاء، وسنزيد من حملات الضغط الدولية على البلدان المختلفة لضمان أن فنحن نعمل مع العديد من البلدان في 4 قارات، وأنا عقدت اتفاقات مع بلدان الخليج وفي آسيا الوسطى وفي أوروبا، واتفاقات أيضا مع قطر وألمانيا والكويت وأسبانيا وبلدان أخرى. وهذا يسمح لنا أن نقوم بعمليات الإجلاء. هذه الاتفاقات تقدم لنا أماكن آمنة لطالبين اللجوء وطالبين التأشيرات حتى نقوم بإكمال عملهم الورقي، بينما نقوم بفحصهم لتحديد مكانهم النهائي في الولايات المتحدة أو في بلاد أخرى أو في أي من بلداننا الحليفة. لذا من أفريقيا وأوروبا وآسيا، الأمم كلها تقوم بعروض كريمة حتى تدعم عمليات إعادة الاستيطان. وأنا كنت على اتصال مع العديد من البلدان، قادة البلدان كألمانيا وقطر والإمارات العربية المتحدة، وكل منهم يقدم إسهامات كبيرة، وأنا أريد أن أشكرهم على دعمهم وأتناقش معهم في عملية تنسيق جهودنا في أفغانستان. ولذلك أنا على تواصل مستمر معهم. لذا أريد أن أشكر كل شركائنا على استمرارهم في دعمنا. نحن قمنا بتفعيل أيضا أول مرحلة من عمليات المساعدة الطارئة.
والطائرات العسكرية ستأخذ المواطنين إلى مراكز اللاجئين، وبعد ذلك سيبدأ برنامج مخصص. وهذا البرنامج يستخدم طائرات مدنية لنقل المستضعفين، ونحن ممتنون لشركات الطيران التي تساعدنا في هذا الأمر. سنستخدم 3 أو 4 طائرات، وذلك للنقل السريع، لذا لن يتأثر أبدا الملاحة الاقتصادية، وسنستمر في التنسيق بين الحلفاء في هذا الأمر. هذه الطائرات المدنية ستساعد في تسهيل النقل للمواطنين من أماكنهم كقطر وألمانيا إلى الولايات المتحدة أو إلى أي بلد ثالث. لا توجد أي طائرة منها ستهبط في كابل، وهذه الطائرات ستعود للولايات المتحدة. أنا أريد أن أكون واضح أيضا بشأن 3 أشياء. أولا، الطائرات التي تخرج من كابل لن تطير مباشرة للولايات المتحدة، ولكنها تهبط في قواعد أمريكية حول العالم. ثانيا، هذه المواقع التي تهبط فيها نحن نقوم بعمليات فحص أمني دقيق لكل شخص ليس مواطن أمريكي أو ليس مقيم بشكل قانوني في أمريكا. أي من يأتي للولايات المتحدة يجب أن نقوم بتحريات عنه. 3، بمجرد الانتهاء من التحريات سنرحب بالأفغان الذين ساعدونا في الحروب في بيت جديد لهم في الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا طبعنا وهذه هي أمريكا. لقد شعرت بالتأثر بسبب الدعم الذي رأيناه من المنظمات المختلفة الأمريكية والتي تقوم بجهود لدعم هذا العمل ودعمه الأفغان الذين دعمونا. والآن الولايات المتحدة من بينها مجموعات المحاربين القدامى ومنظمات المجتمع المدني تدعم حلفاؤنا الأفغان. هذا يوضح أفضل ما في أمريكا. أنا أريد أن أقول مجددا أن هذه المهمة صعبة جدا، وأوضح أنها تضع خطر كبير على جنودنا. البيئة تتغير بسرعة هناك، وهناك تزاحم مدني في المنطقة حول المطار، ونعلم أن الإرهابيين قد يستغلوا الوضع ويستغلوا الجنود ويستهدفوا الجنود الأمريكيين والمدنيين الأفغان. لذا نحن حذرين جدا وحريصين جدا حتى نقلل من أي خطر. وقد يكون هناك عناصر من داعش، ولكننا نعرف أن هناك تهديد. أنا قلت يوم الجمعة داعش هي عدو لطالبان، وهناك تاريخ للصراع بينهم، ولكن كل يوم يكون به جنود على الأرض. هذه الجنود والأبرياء في المطار يتعرضوا لخطر الهجوم عليهم من قبل داعش. نحن نعمل بشدة وبسرعة حتى نخرج الناس. هذه هي أمتنا وهدفنا، ونحن عازمون أن نعيد كل مواطن أمريكي إلى بلده وأن نخلي الأفغان. نحن نستمر في رؤية جهود كبيرة جدا، وسنرى الكثير من الأرواح تتأثر بهذا الأمر. هناك أسر تريد أن تعود لأحبائهم في أمريكا، وهناك مجتمعات لمساعدة المترجمين حتى يعودوا للأمان. الأفغان الخائفين والذين لا يعرفوا ماذا يفعلوا، هناك صور فظيعة. جميعنا رأينا هذا وشعرنا به، ولا يمكن أن ننظر لها ولا نشعر بهذا الأمل الألم عذرا. ولكن الرجال والنساء في القوات المسلحة يتعاملوا بشجاعة وبمهنية وبشغف كبير. أريد أن أعرب عن خالص شكري للعاملين بالقوات المسلحة في مطار كابل من الجيش الأمريكي وأريد أن أشكر كل العاملين بالسلك الدبلوماسي الذين يعملوا على إنقاذ المواطنين الأمريكيين ومواطنين الحلفاء والمستضعفين الأفغان كالنساء والأطفال وأيضا الصحفيين. ما نقوم به هو رائع وكبير، ويجب أن نقول
أن كل ما نقوم به هو بفضل من يساعدنا من كل أنحاء العالم. لذا أريد أن أشكركم، وكل يوم سأوفيكم بآخر التطورات ليحمي القدير العاملين بالسلك الدبلوماسي والعاملين بالجيش الأمريكي هناك. الآن سأجيب على بعض الأسئلة. Associated Press أولا، هناك موعد نهائي في 31 من أغسطس، هل ستمدد هذا الموعد النهائي لعمليات الإجلاء؟ النقاشات مستمرة بيني وبين قيادات الجيش، وأتمنى ألا نمدد هذا الموعد النهائي، ولكننا نناقشه معا. سيادة الرئيس ماريو باركر، شكرا. لقد قلت لا السبع الكبار أنك ستدعمهم. سأقول لهم أننا سنرى ما يمكننا فعلهم. نحن نتعاون مع قمة السبع الكبار وأعضاؤها، وأنا سأعقد مؤتمر معهم يوم الثلاثاء. لست واثق من هذا، ولكننا سنتحدث عن هذا. ونحن بالفعل ساعدنا إخراج الدبلوماسيين من البلدان الأخرى ومواطنين البلدان الأخرى، وسنستمر في القيام بهذا. سيادة الرئيس، يبدو أن هناك عملية خارج مطار كابل. نحن لن نتحدث عن التغيرات التكتيكية، ولكن في النهاية نحن نريد أكبر قدر من الأمان حول المطار. نحن نزيد من إمكانية الوصول للمطار حتى يصل إليه أكبر عدد بأكبر قدر من الأمان، ولكني لن أتحدث عن التفاصيل الأمنية. أندرو من وول ستريت، هناك أفغان لديهم مشكلة في الوصول للمطار، ماذا ستفعل حيالهم؟ لماذا الولايات المتحدة لا تفعل المزيد لتسهيل وصول الناس للمطار؟ أولا، أعتقد أنك سترى أن الناس فعلا تصل للمطار. ثانيا، نحن قمنا بالعديد من التغييرات، ومن بينها تسهيل الوصول للمطار، وقمنا بالعديد من الأشياء التي لن أتحدث عن تفاصيلها. ولكن حقيقة الأمر، هناك المزيد والمزيد من المجموعات التي نريد أن نخرجها من أفغانستان، وهذا بدءا بالمواطنين الأمريكيين والأشخاص الذين عملوا بالسفارات، وأيضا مواطنين حلفاؤنا، وأيضا الأفغان الذين ساعدونا والذين ساعدونا في ساحات القتال. نحن نعمل عن كثب لضمان أننا نزيد من قدراتنا على إخراجهم، ونحن قمنا بالعديد من التغييرات حول المطار وأبوابه وبواباته، ولهذا العدد يتزايد في الخروج. نحن ناقشنا الكثير مع طالبان، وكانوا متعاونون معنا. الولايات المتحدة تتفاوض مع طالبان الآن. هل تثق أنت الآن في طالبان؟ والسؤال في الاستجابة العامة، الأمريكيون يريدوا الانسحاب من أفغانستان، ولكنهم لا يعجبهم طريقة انسحابهم. وغالبية الشعب الأمريكي، وسامحني، لا يعتبروك مركز وكفء وقادر على القيام بدورك. هذا استطلاع أمريكي، أنت لست مركز ولا كفء ولا قادر على أداء دورك. ما رأيك في هذا الاستطلاع؟ كان لدي قرار بسيط أقوم به، أن أسحب أمريكا من حرب استمرت 20 عام وأدت إلى خسائر 150 مليون دولار كل يوم. أنت تعلم أن هذه البطاقة أحملها كل يوم. فنحن خسرنا 200,000 أمريكي
فإذا زدنا عدد قوات هناك لن تحل المشكلة. لذا أنا قررت أن أنهي الحرب. وكما قلت لك، سبب تواجدنا في أفغانستان هو أن بن لادن هاجم أمريكا من هناك. وإذا انتقل إلى بلد أخرى كنا سنذهب إليها وليس أفغانستان. لذا السؤال هو، ما هو الوقت المناسب للمغادرة؟ وفكرة أننا في وضع الآن يجب أن ندرك الآن أن الإرهاب يتغير في أماكنه، ويجب أن نعلم أن هناك أماكن أكثر خطورة من أفغانستان ولا يمكن تجاهلها. ونحن نقوم بهذا الأمر في العديد من المناطق بدون تواجد قواعد أمريكية هناك. إذا أعتقد أن الأمر انتهى والشعب الأمريكي يفهم ما قمت به وسبب قيامي به، وأعلم هذا دوري أن أتخذ قرارات لا يستطيع أحد آخر أن يتخذها. أنا اتخذتها وأنا مؤمن بها، وأنا قررت أن لا أرسل المزيد من الرجال والنساء من الجيش إلى حرب لن تنتهي. هل تثق في طالبان الآن؟ أنا لا أثق في أي أحد ولا أثق فيك أنت، ولكن طالبان عليها أن تتخذ قرار جذري. هل ستحاول طالبان أن توحد شعب أفغانستان؟ وهذا لم يفعله أحد من قبل لمئات الأعوام، وإن فعلت هذا فهي ستحتاج كل شيء، ستحتاج مساعدات اقتصادية وتحتاج تجارة وتحتاج كل أنواع المساعدات. طالبان قالت أشياء سنرى مصداقيتها. طالبان تبحث عن الشرعية، شرعية ما إذا كانت ستعترف بها من قبل بقية الدول أم لا. لقد قالوا لبقية البلدان كما قالوا لنا أنهم لا يريدوا منها أن تسحب تمثيلها الدبلوماسي، ولكن هذا كله كلام حتى الآن. لذا حتى الآن طالبان لم تتخذ أي إجراء ضد القوات الأمريكية، وحتى الآن بشكل عام هم اتبعوا ما قالوا فيما يخص سماحهم للأمريكيين أن يعبروا نقاط التفتيش الخاصة لهم. لذا سنرى ما إذا كانوا سيلتزموا بما قالوا أم لا. ولكن خلاصة الأمر يا رفاق هي في نهاية المطاف، إذا لم نغادر أفغانستان الآن، متى سنغادر؟ بعد 10 أعوام أو 5 أعوام؟ أنا لن أرسل ابنك وابنتك حتى يحاربوا في أفغانستان مجددا. أنا لا أرى ضرورة لهذا. والحديث عن مصالحنا وتأثيرها بهذا القرار، سأقول لك، هل بكين وروسيا سعداء أننا غادرنا؟ نحن لم نترك شيء لهم يستغلوه. لذا أعتقد أن التاريخ سيسجل أن هذا هو القرار الصحيح العقلاني المنطقي.